مرحبا بكل حضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. سفاح الجيزة هيتعدم امتى؟ يمكن ده السؤال الأبرز دلوقتي للمتابعين لقضية سفاح الجيزة الشهير صدر ضد قذافي فراج والمعروف باسم سفاح الجيزة، 3 أحكام نهائية بالإعدام في قضايا قتل سكرتيرة ببولاق وصديقه المهندس رضا عبد اللطيف وياسمين فتاة الإسكندرية. على مدار السنوات الماضية والمحاكم المصرية بتنظر في القضية وفي تفاصيل هذه القضية وجوانبها المختلفة، لكن يبدو أن النهاية تقترب بشكل كبير جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الحكم وإمتى هيصدر بشكل نهائي. معنا هاتفيا الزميل أحمد إسماعيل الصحفي باليوم السابع عشان يطلعنا على مزيد من تفاصيل هذه القضية. برحب بيك وأهلا بيك على شاشة اليوم السابع. اهلا بك ساره، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل مشاهدين ومتابعين دوم السابع بخير. عايز اقول لك ان قضيه سفاح الجيزه دي خدت مساحه كبيره جدا وشغلت الراي العام خلال السنوات اللي فاتت، انها تعد من الجرائم الاكثر بشاعه اللي شهدها المجتمع المصري خلال الفتره اللي فاتت. خلينا نقول ان قضيه سفاح الجيزه زي ما انت قلت في البدايه ان هو فعلا حصل على 3 احكام اعدام، احكام نهائيه من محكمه النقض اللي هو يعتبر اخر مرحله في التقاضي بالنسبه لاي متهم. عايز اضيف لك برضه ان هو كمان واخد حكم نهائي في قضيه تزوير، ده يعتبر برضه من ضمن الاحكام النهائيه اللي حصل عليها من محكمه النقض. لكن حتى الان ما زال هناك قضيه قتل، وهي قتل زوجته. دي القضية اللي حتى الآن لم يحدد لها جلسة أمام محكمة النقض، وده يعتبر من الأسباب اللي هي ممكن توقف تنفيذ حكم الإعدام، لأنه ما زال أمامه نقض حكم جلسة لنقض إحدى القضايا المتهم فيها. وإن كان الحكم اللي هيصدر سواء يعني بقبول الطعن او رفض الطعن لن يؤثر ولن يغير من مجريات الامور كثيرا، يعني ده يعني يعتبر هو في حكم الميت زي ما بيقولوا، حاصل على 3 احكام اعدام نهائيه. لكن طبعا طبقا للقانون لازم طبعا يستكمل مراحل التقاضي الخاصه به، وهي جلسه اخر جلسه دي واللي هي جلسه النقض على حكم اعدامه بتهمة قتل زوجته. طيب أستاذ أحمد، أنا عايزة أعرف بشكل أوضح من حضرتك، هل تعطيل حكم الإعدام هل ده معناه إن الحكم ممكن يتأخر ولا يتغير بعد النقض على سبيل المثال يعني؟ لا لا، زي ما بقول لحضرتك هو مش تعطيل، هو ما فيش سبب للتعطيل. هو كل القصة إن ما زال أمام متهم فراق الزفت المعروف بسفاح الجيزة، انه امامه لسه طعن على احدى القضايا المتهم فيها وصادر فيها حكم بالاعدام. ده من الاسباب اللي هي قد توقف حكم تنفيذ حكم الاعدام لحين الانتهاء من نظر هذا الطعن. زي ما يعني بيقولوا لازم المتهم بيحصل على جميع مراحل التقاضي الخاص بيه، ودي تعتبر اخر مرحله بالنسبه له قضيه الطعن على قتل زوجته. طب هل بتتوقع استاذ احمد من خلال خلفيتك عن هذا الموضوع في فتره زمنيه معينه ممكن بعدها نشوف سفاح الجيزه في غرفه الاعدام، ولا صعب دلوقتي تحديد الفتره الزمنيه دي تكون قد ايه؟ والله طبعا يعني احكام الاعدام في الغالب يعني بيبقى لها مده زمنيه معينه بتنفذ فيها، وده بعد انتهاء مراحل التقاضي. ف يعني هي زي ما حضرتك قلت في البدايه ان القضيه على وشك الانتهاء، وان هي مجرد وقت قريب جدا، اعتقد يعني بنهايه سنه 2024 قد يتم إسدال الستار نهائيا على قضية سفاح الجيزة، القضية اللي شغلت الرأي العام بإعدامه في فترة قريبة، يعني خلال الفترة القادمة ديت قد ينظر الطعن الخاص بإعدامه على في قضية قتل زوجته. ويعني
بعدها بفترة وجيزة قد ينفذ الحكم. لكن عايز اقول لك ان في الاعياد ان قانون الاجراءات الجنائيه الماده 475 بتوقف تنفيذ احكام الاعدام في الاعياد والاعياد الدينيه والمناسبات القوميه والاجازات الخاصه بالدوله والاعياد الخاصه بالمتهم. مفهوم يا استاذ احمد. طيب خليني اختم معاك بسؤال، يعني بالحديث طبعا عن تنفيذ حكم الاعدام، هل في حالات بيمنع فيها تنفيذ حكم الاعدام سواء فيما يخص الحاله المتعلقه بسفاح الجيزه او حالات ثانيه؟ زي ما قلت لحضرتك الماده 475 من قانون الاجراءات الجنائيه بتوقف جميع احكام تنفيذ احكام الاعدام خلال ايام الاعياد الدينيه والمناسبات القومية الخاصة بالدولة، وده بيتم مثلا على المتهم اللي صدر حكم بالإعدام، أو مثلا مثال آخر أو السيدة مثلا الحبلة برضو بيتم وقف تنفيذ الإعدام الخاص بها. جزيل الشكر الزميل الصحفي أحمد إسماعيل صحفي باليوم السابع، شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا، شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لكل حضراتكم معنا دي المتابعة الطيبة، دائما كونوا معنا على مدار الساعة، شكرا جزيلا وتحياتي لكم سارة إسماعيل، في أمان الله.